الاصلي التقليدي، ونخليكم ان شاء الله معها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ واش لاباس عليكم؟ واش بخير؟ كي دايره مع هذا رمضان كريم؟ كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، الخبز الشحمه. كاين الجزر حكيناه، كاين الفلفل الحلوه في اللوان، كاين القرع قرجيت، كاين البصلة مشلضة، الفلفلة الحلوة، جوج دروس ديال الثوم محكوكين. وكنحتاجو هنا الفلفلة الحارة وجوج دروس، كنحتاجو شوية زيت ليسيور غير شوية مع الشحمة، حيت خبز الشحمة. بسم الله، غنحركو هاد الحشوة، نحركوها مزيان. هاد الحشوة نحركوها مزيان مزيان. وغنديرو عليها الشحمة، الشحمة قطعناها طروف. دابا غنحطو الشحمة، الشحمة حكيناها في الحكاكة. ومن بعد غادي ندير التعطيره. كيجيو الخبزات زوينين، كيجيو مقرمشين، كيجيو البنات شهوه منهم. كانت كديرهم مي في كديرهم لينا في الكاسكروت، يا سلام. واليوم قلت ليها والو ديري لينا بحال داك الخبز اللي كنتي كديري لينا. الله يسخر الامور. دابا التعطيره ديالنا تحميره، البزار، الحرقوم البلدي، الملح، كمون، القزبر. من بعد وكتبغي هاد الحشوة تتنشف من الماء ديالها باش ما يتقطعوش الخبزات، باش ما يتقطعش العجين. غنسدو عليه. دابا ملي طبط غنزيدو ليها الشعيرية الصينية، ها هي. رقدتها في الماء طايب وقطعتها. نحركوها مزيان، نخلط مع هاد الشعيرية الصينية، نخلط معاها ونبقاو نحركوها حتى تنشف لنا الماء. الزبور المعلس من بعد ونمشيو عند العجينه، نعجنو العجينه ديالنا.
خلي الحشوة تتبرد. نضيفوا عليها القزبور والمعدنوس، راه بدات كتنشف من الماء ديالها. دابا ها هي غنسدو عليها تتبرد نمشيو نعجنو. ها العجينة غنعجنوها الخميرة د الحلوة. الخميرة د العجينة الملحة بسم الله. ثلاثة الكيسان ديال الدقيق الفرص وكاس ديال السميدة الرقيقة. غنعجنوها العجينه ديالنا جمعناها دابا ما كتبغيش الدلاك وما كتبغيش تعجنيها مزيان. جمعناها وغنخليوها واحد نص ساعه تترتاح شويه. ها العجينه دابا نخرجوها من البلاستيك. نقطعوها بحال ما هكا كويرات كويرات. دابا المسمنه ديالنا ديال الشحمه بدينا فيهم غنضربوا الورقه حتى تولي رقيقه. تتحسوا بها رقيقة في يديكم. غنرشوا عليها السميدة الرقيقة غنديرو بحال هاد الشكل. بسم الله نشدو هاد القند مع هاد القند نشدو هاد القند الاخرى نديرو ليها بحال نشدو هاد القند كنديرو ليها هكا ونسدوها بحال هكا باش ما تخرج منها الحشوه. نشدو هاد القند الاخرى نديرو ليها هكا
نشدو هاد القنت مع هاد القنت، ما تخلوش الفراغ باش ما تخرج منه الحشوه. الصراحه كيجيو زوينين، كيجيو مقرمشين، ونحط عليهم الطرف ديال الزيتون بحال ما هكا. ونحطوهم في الطاوة، شدو عاوتاني هاد القنت، هاد القنت كيما هكا، شدو عاوتاني هاد القنت مع هادي. صراحة كيجيو زوين مع الكسكروط، وكيجيو زوين، كيكون مقرمشين. معاهم فيهم غير الخضرة كتجي زوينة، والشحمة معاهم. غديري فيهم اللي عجبك، زوقيهم كيما بغيتي، بغيتي ديري الضرب المسمن بحال الخبزات، ديريهم اللي عجبكم البنات. انا هذه غندير فيها بحال الشكل ديال البسطيله الصغيره، غنشدها بحال ما هكا، ها بحال ما هكا، ونجمعها بحال هكا، ونزوقوها من الفوق العجينة، ورقة العجينة قطعناها وغديناها. نديرو ليها بحال ما هكا، ونهزو الزيتونة كحلة من الفوق ديالها بحال ما هكا، نشدو الأخرى، نجمعو العجينة ديالنا، صراحة كيجيو زوينين، جربوهم وفكروني. بحال الشكل ديال المسمن ديال البسطيلة. كنجمعوها كما هكا،
كنديروا ليها الزيتونه كحله بحال هاد الشكل الاول. الشكل الاول ندهنوه بالصفار البيض بسم الله.